طيب سيادة اللواء، خلينا برضو نتوقف في نفس الفترة الزمنية. بالتأكيد كان في قصص كتير جدا، يعني يمكن احنا لحد النهاردة بنعرف قصص بنحكيها وحكيناها على مدار السنين اللي فاتت، وحتى الآن بنعرف قصص فداء وقصص تضحية وبطولة جديدة. في وقتها حضرتك تذكر يعني القصة، قصة تضحية أو فداء أو قصة بطولة توقفت عندها؟ يعني طبعا هو انا بعد كده بعد ما اتخرجت على طول التحقت بقوات الصاعقه وفضلت فيها من ملازم حتى توليت قائد قوات الصاعقه حوالي 37 سنه. فبلا شك في قلب هذا المعقل من البطولات لقوات الصاعقه سواء كانت في حرب الاستنزاف او في حرب 70 قرينا، وبعد كده عملنا ندوات وعملنا حسب بقى مراحل بقى قياداتي المختلفة. فأنا يعني توقفت الحقيقة عند حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف دي كانت الحقيقة قوات الصاعقة بذلت فيها وقامت فيها ببطولات كثيرة جدا جدا. بداية من معركة يعني توقفت عندها كثيرا وهي معركة راس العش. معركة راس العش دي أو يعني نسميها ملحمة راس العش دي كانت بعد أيام قليلة من حرب يونيو 67، تحديدا 1/7/67، يعني أيام قليلة. وكان ببساطة يعني العدو متقدم بيتقدم بقواته عشان شمالا في اتجاه مدينة الأنطار شرق عشان يستولي على هذه المدينة ويسيطر على المدخل الشمالي لقناة السويس. صدرت تعليمات لتجميع كتيبة من كتائب قوات الصاعقة في مدينة بورسعيد، وصدرت قوات لبعض الوحدات الفرعية الصغرى إنها تمنع تقدم العدو ده. وفعلا نجحت في خلال 4 أيام انها تكبد العدو خسائر كثيره وتمنعه من التحرك شمالا والاستيلاء على مدينه الأنطار شرق. المعركه دي الحقيقه كانت ايقونه في هذا التوقيت. ليه؟ لانها اولا جت في توقيت كان في حاله يعني احباط نفسي سواء على مستوى القوات المسلحه او على مستوى الشعب المصري، ان يبقى في عمل بطولي ينفذ بعد أيام قليلة من أحداث 67. ده عمل حالة معنوية عالية قوي قوي داخل وجدان الشعب المصري وداخل أفراد القوات المسلحة اللي هي بنسميها إزالة آثار العدوان. يعني كانت بداية إعادة الثقة أو استعادة الثقة، بداية رفع روح المعنوية مرة ثانية. بالظبط كده. كان ليها يعني في طبعا أعمال بطولات كتير كثيرة جدا طبعاً لقوات الصاعقة برضو. يعني لو هستكمل فضل طبعا برضو في طبعا تم بقى في 67 بقى في الحرب الاستنزاف دي الكثير من الأعمال القتالية سواء كانت إغارات على نقاط قوية ومنع العدو من العبور وأسر قوات. طبعا كانت بتتم بطريقة فيها فدائية قوي قوي، يعني إن عناصر صغيرة أعداد بسيطة 4 5 3 2 يعبروا القناة سباحة ثم يروحوا ويتعرضوا لدورية استطلاع للعدو ويدمروا مركبة أو يأسروا ضابط أو مقاتل من الجانب الإسرائيلي ويرجعوا بيه مأسور. دي كانت عمليات فيها حالة من الفدائية وحالة من يعني البسالة والتضحية كبيرة قوي. بعد كده كان في الحقيقه معركه مؤثره قوي. المعارك كثيره بقى في 73، معارك كثيره جدا وكمائن كثيره واغارات كثيره. يعني تقريبا نقدر نقول ان قوات الصاعقه كانت مكلفه بمهام محدده او مهمه محدده. ايه هي هذه المهمه؟ انها بتبر خلف خطوط العدو وتمنع تقدم قوات العدو واحتياطياته من العمق للتدخل في المعركة الافتتاحية للحرب اللي هي عملية العبور واقتحام النقاط القوية وبناء رؤوس الكباري.
بناء رؤوس الكباري ببساطة شديدة هو بعد ما القوات بتعبر ما ينفعش إنها تبقى موجودة في العراء، فبتعمل خطوط دفاعية عشان تقدر تقابل القوات المتقدمة من العمق، تقابلها بدفاعات عشان ما يحصلش خسائر كتير. فدي معركة حساسة جدا وعملية حساسة جدا بناء رؤوس الكباري. كانت قوات الصاعقة مكلفة إنها تمنع تقدم العدو من خلال المضايق ومحاور تقدمه وتعطله أطول فترة ممكنة عشان تدي مساحة زمنية لبناء رؤوس الكباري وإنجاح عملية بناء رذؤوس الكباري وعملية العبور واقتحام النقاط القوية. فطبعا يعني نجحت قوات الصاعقة الحقيقة في منع تقدم العدو على ست محاور أو ست مضايق. يوم ستة نجحت في قفل مضيئين، مضيق أبورديس ومضيق فيران. يوم 8 نجحت في قفل مضيئين، المطلة وغرندل. يوم 12 أكتوبر نجحت في قفل مضيقين اللي هو الرزازات وبوزنيمة. فدي كانت مهمة نجحت فيها قوات الصاعقة، طبعا بالإضافة للقوات الجوية والمدفعيات برضو عطلت تقدم العدو حتى نجحت القوات اللي عبرت انها تبني رؤوس الكباري. بتوقف ايضا عند معركة مهمة قوي قوي قوي، وانا بعتبرها يعني كانت احدى المعارك المؤثرة في العملية العسكرية ككل، وهو العملية كمين راس سدر الجبلي. كمين راس سدر الجبلي ده كان فيه لواء مدرع للعدو متقدم وهيتدخل في عملية إنشاء رأس الكوبري بتاع الجيش الثالث الميداني. من ضمن المهام بتاع صاعقة إبرار قوات وخلافه، وأثناء إبرار إحدى كتائب الصاعقة بعدد طائرات تم تدخل القوات الجوية وأحدثت خسائر في عملية الإبرار دي، وبدأت القوات اللي تم إبرارها ونجحت في الإبرار بخسائرها بجرحاها بإلى آخره برضه مصرة على تنفيذ المهمة. فكان في سرية بقيادة الشهيد رفعت نقيب قاد المجموعة بتاعته ووصل إلى وادي سدر ونظم كمين في مضيق سدر الجبلي. المضيق ده المضيق نفسه بيدي حاكمية للقوات اللي بتنفذ الكمين، يعني طبيعته بتدي حاكمية بس عايزه استبسال وعايزه فدائيه وعايزه وعايزه وعايزه. العدو حاول يمر من هذا المضيق اعتبارا من يوم 6 اكتوبر. حاول بدات القوات بتاعه النقيب رفعت تتعامل مع هذا الكمين وتمنعه من المرور. طبعا يعني اي طبقا للتكتيكات اللي هو المدرع ده بيدفع قدامه عناصر تامين ودوريه استطلاع وخلافه، مجرد ما الدوريه تبدا تدخل في مدخل المضيق يبدأ يتعامل معها النقيب رفعت بقواته وأبطاله اللي كانوا موجودين معاه، يرجعوا تاني يجيبوا طيارات تضرب في العناصر. طبيعة الجبلية للمضيق الطيارات ما تأثرش في الناس طالما يعني استخدم الأرض كويس وحصل حالة ستر كويس واختفاء كويس. يحاولوا مرة تانية مرة تالتة، كل ما في دبابة تدخل تتضرب تمثل عائق كمان في التحرك وهكذا. طبعا أحدثوا خسائر كثيرة جدا في هذا اللواء في الدبابات وفي المركبات والعربات المدرعة، ومنعوا هذا اللواء أنه يتقدم اعتبارا من 6 أكتوبر حتى نهاية العمليات. استشهد فيها النقيب رفعت وعدد كثير من السرية بتاعته، ويعني عمل من الأعمال المؤثرة على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفدائية والبسالة في تنفيذ والإصرار على التنفيذ رغم الخسائر اللي حصلت والطيران اللي اتضرب أثناء الإبرار وخلافه. يعني حالة جميلة وحالة فيها تضحية وفداء.